أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتعرى للطبيب ليكشف عليها؟ وهل الطبيبة أفضل؟ وهل علي إثم إذا ذهبت بزوجتي للطبيب وتركت الطبيبة المرأة؟ ما دام فيه امرأة طبيبة مختصة فلا يجوز لك الذهاب إلى الرجل، هذا سيأتي إن شاء الله. فلا يجوز علاج المرأة عند الرجل إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد طبيبة من النساء. ولا يجوز علاج الرجل عند المرأة إلا إذا عند الضرورة، إذا لم يجد طبيب مختص من الرجال. وإذا جاز للضرورة فالطبيب يجوز له يكشف محل العلاج فقط، يكشف محل العلاج فقط ولا يزد على محل الحاجة. نعم.